أسباب الإعراض عن الحق. فالإنسان بلا شك أنه يتقوى بأخيه الصالح، يدمر نفسه بصاحبه الفاسد. فقد يجد الإنسان من يشجعه على الخير ويحثه عليه، وقد يجد من يثبطه عن الخير ويدعوه إلى الشر. فالصحبة السيئة الصحبة السيئة مؤثر في هذا الجانب. مثلا الشخص يصحب شخصا بطالا مستهترا، مستهتر بالأحكام، مستهتر بأوامر الله، فيقول له يا أخي كذا ما يجوز، خلي عنك ما يجوز، قال لك يا أخي كذا حرام، الحرام في الدرام، ايش تريد؟ هكذا يقولون. يا أخي الله سبحانه وتعالى لا يرضي هذا الأمر، ربك غفور رحيم. كل مرة يجيب له ايش؟ يجيب له مخرج. نحن نقع في خطأ مرة واحدة، بعدين توب. هكذا يسهل عليه الذنب ويوقعه في العصيان ويشجعه عليه. فإذا ما رأى منه إقبالا نفره من الطاعة، وإذا ما رأى منه تشجعا على خير ثبطه، وإذا ما رأى منه تمسكا بطاعة سخر منه حتى يبعده عنها. هذه كلها تأثيرات الصحبة. والناس ربما تجد منهم من يتساهل في هذا الجانب، يرى الشخص لا يعينه على شيء من الخير أبدا، شخص لا يعين على الخير. أقل ما في الأمر أن يكون الإنسان كافا شره عن الناس، حتى لو كان هو بنفسه مقصر، لكن يشوف الشخص موفق إلى الخير الذي لم يفعله هو ولم يوفق إليه، لا يكون شرا عليه فيشجعه على ترك الخير والوقوع في الشر. أقل ما في الأمر أن يكون الإنسان هكذا محايدا، لكن أن يكون الإنسان معينا على الشر، دافعا إلى الإثم، مثبطا عن الخير، فهذا صاحب سوء، هذا نار مستعرة، هذا مرض مفضي إلى الهلكة. على الإنسان أن يبتعد تمام الابتعاد عنه. وقد تجد الناس يتظاهرون على الشر كما يتظاهرون على الخير، كما يتعاونون على الخير. الصحبة السيئة مؤثرة، ولذلك على الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأصناف من الناس. الشخص الذي لا يعين على الخير ويثبط عنه ويشجع على الاقتراء ويشجع على الإهمال.